الرأسية القادم من الخلف أزو، ولكن طالت في إلى خارج أرضية الملعب من بوليفار. يا السلام على اللمسة، روبيني عرضية، يا السلام يا إبرا، يا السلام يا إبرا، من البداية غمزها إبرا والميلان يفتتح المباراة مبكرا. لم نلبث أن ندخل في أجواءها إلا ويأتي إبرا بالهدف الأول بعد مجهود رائع من اللاعب القادم بتوهج روبينيو من الكوبا أمريكا. شوف الكرة الماضية، لمسة ثلاثية الأبعاد بشكل ممتاز. يا السلام يا السلام على اللمسة يا سيدورف، لاعب بإمكانيات جميلة، بدويتو أسمر بينه وبين روبينيو، هو من بدأها روبينيو. وشوف يا السلام يا سيدورف النظرة هناك في ميلانو والتمريرة هنا في ألمانيا في اليانز أرينا. وكل عام كل عام الحديث يتواصل عن سيدورف بأن خلاص والله وقف يا راجل، خلاص كفاية عليك، ولكن يأتي سودير ويواصل ابداعاته للأسمراني الجميل الذي يصل إلى 35 عاما والذي يعتبر اللاعب الوحيد